نحييكم من قاعة ميرا جيم وصاحبنا اخوي علي العامري ومثلنا جوراني. واحنا هاي المنطقة كلها بساتين. نعم. شو يسموها هاي المنطقة؟ الجزيرة؟ الجزيرة منها لا. نعم. إذا نتقدم. الراشدية كابتن. الراشدية. يكثر بيها المشمش. 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 أوه. المشمش يعتبر بيسي هاي وجلوتامين والياف اضرب موزه الافراط مزيان ما يخالفك عيب متابعين كل الافراط مزيان هاي الفاكهه بس بالعراق موجوده بيها واقف فصام كامل يسمونها لنج الدنيا تاكلها يطلع لك بس الفصام عبارك مش مكيف الدق الدق هذا ثلاث بصم أربعة ثلاث بصمات هي الكبرى لعد هي ايش قد بيها لعد بس نعمت الله نعمت الله هذا بيها حموضة والمشمش عندهم حلو وأحلى رماش من قاعة قميرة جم للمشمش أهل المشمش أقطع